طب قرب كده، عايزه اسالك على حاجه. انا عايزه اسالك على حاجه. نعم. يعني عايزه، لانك اب وخبره وبتعشق مصر، انا عارفه انك بتعشق مصر. قلقان على مصر؟ نعم. قلقان على مصر؟ والله انا شخصيا رايي الشخصي ان الرئيس السيسي حفظ مصر من الفتنه العظمى. انا بقول صحيح. الفتنه العظمى في بدايه حياته، لان الفتنه الكبرى هي التي كانت في عهد معاويه وابو وسيدنا علي. انت شايف انه ماسك زمام يعني الامور، الموقف صعب. ان ربنا يحفظ مصر في من فتنه عظمى، ان يقتتل المواطنين زي ما حصل في بعض الدول الاخرى، ان المواطن يقتل زميله او يقتل من اهله. فمصر كلها، انا في الصيف بطلع في البلكونه الاقي الشباب ماشيين في امان وسعاده. بلدنا حلوه، جنة الله عليها كده ربنا، مش احنا قال ايه اخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. طب هطلب منك طلب، انت كنت مذيع ايوه وفنان عظيم ايوه، ومصريين قلقانين ايوه، الحياه غاليه والاسعار، لا 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 والاسعار غاليه، بس هنعدي. اقول لك حاجه، حتى دلوقتي منا ربنا سبحانه وتعالى امانه. امانه ربنا سبحانه وتعالى على الرئيس بالحكمه في المرحلة اللي احنا فيها دي، اللي احنا الدنيا مقلوبة وكده، وان احنا مستقرين، نحتفظ على مصر وامنين، حافظ على مصر كده، حافظ على البلد كده. يعني ما فيش شك ان احنا ربنا يكفينا شر خلقه ويحفظ مصر بملائكته الطيبين. ان دلوقتي من الله على الفخامة الرئيس السيسي بالحكمة طبعا، واضح جدا.